اهلا بكم مره تانية وتاني حضرات اللي منكم من محبي او من يعني ممارسي الرياضات البحريه المختلفه او المائيه المختلفه، ارجوكم تابعوا فقرتنا دي لان احنا هنتكلم من خلالها وباستفاضه عن الانزلاق على الماء وكمان عن رياضه الشراع. الاسبوع اللي فات اختتمت بطوله الجمهوريه الشتويه للشراع، وهنتكلم عن تفاصيل هذه البطوله مع ضيوفنا اللي منورنا النهارده، كابتن علي محمد هو عضو مجلس اداره اتحاد الشراع والانزلاق على الماء، وكمان منورنا كابتن علي سلطان مدرب طراز الالواح الشراعيه. صباح الفل عليكم، سعداء بوجودكم معانا منورنا. اهلا وسهلا. طيب نبتدي مع حضرتك بحكم يعني اللي فات من عمرك كله، عايزينك تكلمنا كده عن تفاصيل هذه البطوله اللي اختتمت فعالياتها مؤخرا، وهندخل بقى انطلاقا من النقطه دي في كتير من التفاصيل. احنا البطوله اللي فاتت دي هي كانت البطوله الشتويه لرياضه الشراع بانواعها المختلفه. رياضه الشراع باختصار هي يعني معتمده اعتماد كلي على الهواء، بيبقى مركب راكبها شخص واحد، فيها طبعا طرازات مختلفه. في عندنا حوالي 4 طرازات، بيختلف من كل طراز للتاني السن والوزن. فالبطوله اللي فاتت دي كانت بطوله الجمهوريه، الانديه كلها بتتجمع. اللي هم كانوا كام نادي؟ تقريبا 6 أو 7 أندية. تمام. الانديه كلها بتتجمع بكل اللعيبه اللي موجودين عندها، وبيشاركوا بينافسوا بعض. طبعا كل طراز بيبقى النادي بيشارك بالطرازات المختلفه. هو معلش انا اسف لمقاطعتك استاذ علي، بس برضو ارجع تاني، انا هنا برضو عايز يعني اعرف من منطلق ان حضرتك عضو في الاتحاد. تمام. هو ليه العدد قليل؟ هل لان طبيعه الرياضه دي تستدعي يعني ما هياش كره قدم فعايزها لها ملعب، ما هياش مثلا باسكت بول فعايزها لها ملعب باسكت، احنا بنتكلم على رياضه مائيه، فهي ده مخليها مجبره على ان النوادي اللي يكون ليها فعاليه في هذا الاطار تكون نوادي مطله على اي مساحه مائيه سواء نيل او بحر او كده، ولا بالزبط. ولا بتمشي ازاي؟ ليه مش اكتر من كده باختصار؟ هي علشان الرياضه بتتطلب كل نادي يبقى عنده اكسس مثلا على النيل، او لو هي في البحر لازم يبقى عنده شاطئ على البحر، فبالتالي مش كل الانديه بيبقى عندها الاوبشن ده بالظبط. يعني احنا الانديه اللي مسجله في الاتحاد حوالي 10-12 نادي، والفاعلين فعلا هم 6-7 اللي شاركوا في البطوله. بالظبط بالظبط. في ساعات بيبقى في ناس ممكن بتشارك في البطوله ما تقدرش تشارك في البطوله دي، بتشارك في اللي بعدها وهكذا، لكن كل نادي طبعا علشان هي رياضه مائيه فلازم يبقى في اكسس على البحر والنيل او النيل يعني. تمام. طيب كابتن علي، الـ 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 الانزلاق دي ترجمتها الانزلاق على الماء مش كده برضو، اللي هي الووتر سكي. ووتر سكي بالظبط. الانزلاق على الماء، نسبه وحجم التواجد للرياضه دي في مصر قد ايه، سواء بشكل احترافي او برضو يعني بحكم متابعتك اكيد حتى الناس الغير محترفه، يعني هل الرياضه دي منتشره في مصر ولا مش قوي؟ هي منتشره مش منتشره، منتشره بصفه يعني تحت مظله الاتحاد، فاحنا فريقنا المنتخب القومي يعني. هي ليها اتحاد مستقل ولا تحت مظله؟ لا هو نفس الاتحاد، هو الاتحاد الشراع والانزلاق على الماء، هو الشراع فهو بكل المراكب الشراعيه اللي بتمشي بالهواء، والانزلاق على الماء اللي هي بتتشد هي السكي اللي بتتجرب بالظبط، اللي هو زي السكي او الانزلاق على الماء. احنا منتخبنا الوطني الحمد لله محققين مراكز ممتازه دوليا واقليميا، وهي ليها سيستم في التدريب يعني. بالنسبه اللي هي البرايفت فهو موجود ناس كتير عندها اللانشات بصفه هوايه يعني كهوايه. بس هي يعني بيتهيألي ان هي ممكن تبقى مياله اكتر لكونها رياضه المجتمع المخملي مش كده برضو، لان مش كل الناس عندها القدره الماليه ان يكون عندها لانش، او حتى يكون عندها يعني اكسس لحد عنده لانش، يعني مش رياضه دارجه قوي مش كده برضو؟ مظبوط. ما يعني هي فعلا في نطاق ده، في نطاق اللي هو يعني مش اي حد يبقى عنده اللانش، او مش اي حد يقدر طبعا يمارس الرياضه دي، لان هي برضو لحد ما مكلفه. طب اللي ما عندوش وحابب يعمل ايه؟ يجي لنا الاتحاد يعني، بيشرفنا في الاتحاد. فيحصل ايه بقى لما يجي لكم؟
يعني ايه الخطوات اللي ممكن تتعمل مع حد جالكم الاتحاد وحسيتوا ان الشخص ده واعد؟ طبعا لازم يكون يجيد السباحه، ده اول حاجه، ونعمل له اختبارات، وبيبان بقى، بيبان هو يعني واعد او مش واعد، في القدرات الماديه او مش ما فيش قدرات ماديه، بنقدر نتعامل مع الموقف. طيب لما يكون في بطوله ما، مسابقه ما، وسؤالي ده لحضراتكم انتوا الاثنين سواء على صعيد الشراع او الانزلاق على الماء، هل لما تكون المسابقه في مياه نهريه بتختلف تفاصيلها وشروطها وحساباتها ومقاييسها عن لما تكون البطوله معموله في بحر مثلا او في محيط، ولا المبدا بيبقى ثابت وبيطبق على الكل؟ يعني طبعا بيبقى في فرق ما بين النهر والبحر، بيبقى فرق اولا في التيار، التيار المائي في النهر بيبقى اقوى شويه، وبيبقى معاكس للهواء، لان هي الرياضه دايما بتعتمد على الكرنت، التيار المائي والهواء بالظبط، دي بالنسبه لرياضه الشراع. فتبقى مختلفه عن البحر، طبعا البحر بيبقى مجال اوسع، مجال مفتوح، بيبقى في موج عالي، بيبقى الهواء برضو مع التيار، فبيبقى في اختلاف ما بين البحر والنهر بالنسبه للشراع. بالنسبه للانزلاق بيبقى تقريبا الاثنين زي بعض، لان الانزلاق معتمد على مركب بتشد شخص وراها، فبيبقى البحر والنهر ما بيبقاش في اختلاف قوي ما بينهم. بتهيألي لو بحر بتتلعب فيه مسابقه معينه بتهيألي لازم يبقى خالي بقى من الامواج، والا ده ممكن يشكل عقبه. يعني في حال الشراع بيمشي الحال في وجود امواج؟ في الحال الشراع بستخدم الامواج للصالح، لو في تكنيك، ان انا ممكن لو ما عنديش التكنيك دوت او ما عنديش القدرات الفنيه معينه، فانا هيبقى عاكس ليا الامواج، في حين ان انا لو عندي تكنيك معين او متمرن بطريقه معينه، ان انا ممكن استخدم الامواج دي في صالحي. لان هو انا فوق الموجه بعمل حاجه معينه، وانا ما بين الموجه والموجه بستخدم ان انا بعمل سيرفنج على الموجه، فبالتالي بتبقى ادفانتج، بتبقى حاجه يعني بترفعني لقدام او بتخليني ابقى اسرع. لان رياضة الشراع هو زي عربيات الفورمولا، هو مين هيخلص الاول، هو كورس ومين هيخلصه الاول. انت عارف يا كابتن علي، في امريكا بصفه خاصه وفي اوروبا عموما، بس يعني انا قصدي اقول لك ان في امريكا من زمان قوي قوي تحسها، طبعا هي مش واصله لدرجه ان هي رياضه شعبيه يعني، بس برضو موجوده جدا جدا في كل الولايات الامريكيه، لان ما فيش ولايه هناك تخلو من ان هي بتطل على يعني مسطح مائي، ما كان محيط بقى، كان نهر، ايا كان. لدرجه ان عندهم حتى غير بقى الاحتراف بشكله الكلاسيكي المتعارف عليه والمشاركه في بطولات، عندهم فرق كتير استعراضيه حتى في مناسبات كتيره جدا، في اي ولايه بتطل على نهر معين لازم تلاقي من ضمن اوجه الاستعراضات الثابته، تلاقي مثلا فريق مكون من 20 30 يعني متسلق متسابق ومتسابق، يعني مش متسابق حتى، يعني لاعب لهذه الرياضه، ويقفوا فوق كتاف بعض ويعملوا اشكال هرميه و احنا ليه بعيد قوي عن الكلام ده، علما بان الصوره اللي انا بسالك عليها دي من زمان جدا في امريكا؟ هي عندنا، يعني احنا بنعمل اللي حضرتك بتقوله دوت، يعني بالذات في النيل، ان هو النيل يعني السكي او الانزلاق على الماء عايز ميه فلات، مش عايز امواج، عكس الشراع، عكس اللي احنا بنقوله خالص على الشراع، لا هو عايز ميه فلات، ما يبقاش في ريح خالص، كل ما تبقى الميه فلات يبقى افضل. فبنستخدم يعني زي النيل، زي اسماعيليه، اللي هي المياه اللي هي الراكده او ما فيهاش اي ريح خالص او فيش تيارات مائيه فيها. مظبوط. وبنعمل كده، بنعمل شو، بنعمل المهرجانات، يعني حاجات كتير بتبقى حاصله في النيل، ايفنتس كتير بتبقى حاصله في النيل، بنعمل فيها الشو دي. جميل. طب من حيث المبدا، الرياضه دي احنا فين فيها عالميا؟ يعني ممارسي هذه الرياضه المصريين اذا ما قورنوا بالممارسين في دول ثانيه، احنا بعيد قوي ولا احنا قريبين ومفيش فرق بيننا وبينهم، غير بس ان هم عندهم امكانيات اكبر بكتير وعندهم انهار ويمكن يعني مسطحات مائيه اكتر بكتير من عندنا؟ احنا عندنا كل المقومات الطبيعيه، يعني المقومات الطبيعيه، البحور والانهار، احنا الحمد لله يعني منتخبات كتيره جدا، زي نقول مثلا بولندا في الوقت الحالي، ما كنا في البطوله اللي فاتت دي في سوما باي، هم جايين بالكل الكونتينرز بتاعتهم بكل معداتهم وقاعدين لمده شهر،
ان هو عنده دلوقتي في الوقت بتاع الشتاء عنده كله تلج، فمش هيعرف يتمرن هناك، فبيجي يتمرن عندك، بيجي يتمرن عندنا في البحر الاحمر. فاحنا عندنا المقاومات الطبيعيه، انما المعدات بقى هي اللي بتبقى عندنا عائق فيها شويتين يعني. بس عندنا يعني بدل ما يبقى عندي 100 لاعب، لا هيبقى عندي 10 بس، هم دول اللي احنا مركزين معاهم عشان نحقق بيهم حاجات، وبنحقق مراكز كويسه جدا دوليا ومحليا واقليميا. هيك. طيب وعلى صعيد الشراع بقى برضو، مصر فين عالميا في الرياضه دي؟ يعني تعالى تعالى نمشي واحده واحده، فين عربيا وافريقيا وعالميا؟ احنا عربيا وافريقيا طبعا بننافس على اول 3 مراكز، فيعني بننافس بقوه بالنسبه للشراع والانزلاق الاثنين. لكن بالنسبه عالميا احنا قدرنا نشارك في دوره الالعاب الاولمبيه المره اللي فاتت، وان شاء الله بنستعد بقوه ان احنا نشارك في الدوره اللي جايه في باريس بالنسبه للشراع. عالميا يعني احنا بنحاول ان احنا نبقى طبعا في دوره الالعاب الاولمبيه من اول 10 لاعبين. طب انتوا حاليا بتجهزوا كام حد عشان يشاركوا في الدوره الاولمبيه الجايه؟ احنا يعني الشراع فيه طرازات كتيره قوي، يعني مش يعني في مثلا حوالي هتكون في كل الطرز ولا في احنا بنشارك تقريبا في كل الطرازات. وبنعد لاعبين، يعني بنعد مثلا مش اقل من 4 أو 5 لاعبين في كل طراز، بحيث ان احنا لما نشارك في دوره الالعاب الاولمبيه نقدر نحقق مراكز متقدمه يعني. فيعني بالنسبه للعالم هي طبعا اشهر البلاد بالنسبه للشراع هي بتبقى اوروبا. اوروبا طبعا بيلعبوا شراع، يعني مشهور جدا الشراع عندهم بقوه، يعني زي مثلا عندنا كره اليد او كره السله. يعني هم كمان عندهم الثقافه بتاعت في الويك اند ممكن ياخدوا المركب الصغيره ويطلعوا يقضوا يوم في عرض البحر ويرجعوا، الثقافه دي موجوده. والمعدات المطلوبه برضو سعرها يعني بالنسبه لهم في بلدهم بظروفهم بعملتهم ماشي الحال، يعني في فرصه اكبر بكتير من عندنا ان ناس كتير مواطنين عاديين يقتنوا هذه المتطلبات لممارسه سواء الشراء او حتى التزحلق على الماء. بالظبط. احنا طبعا يعني الشراء عندنا مش مشهور بشهره الشراء في اوروبا وبره، بس دايما بنحاول ننافس زي ما قلت حضرتك عربيا وافريقيا، يعني دايما. طب هل الاتحاد بيعمل اي مجهودات تجاه ان الرياضتين دول او الرياضه دي بشكلها او بشقيها دول، سواء الانزلاق على الماء او الشراع، ينتشروا في مصر اكتر؟ هل في خطه ممنهجه موضوعه في هذا الاطار، ولا انتوا عندكم مشاكل معينه معطله لكم الخطه دي؟ يعني طبيعي في أي اتحاد بيبقى فيه مشاكل، بس دايما احنا بنحاول نحل المشاكل دي وبنحاول نساعد الأندية على قد ما نقدر. بس خلي بالك برضو اتحاد على اتحاد يفرق. يعني لو اتحاد رياضة معينة متطلباتها سهلة شورت وتيشيرت بيمشي الحال، لكن انتوا بتتكلم على لانشات وعلى معدات وعلى زحافات وعلى شراع وعلى حدوتة كبيرة، فنوع الدعم المطلوب أكيد للاتحاد ده أكيد هيختلف كتير عن اتحادات تانية. بالظبط. يعني احنا يعني بنحاول نساعد الانديه، مثلا الانديه اللي بتبقى متعثره ان هي تجيب مراكب، ساعات بنحاول احنا ندعمها بمراكب بحيث يبقى بنساعدهم على التمرين او على التدريب بالنسبه لرياضه الشراع. بالنسبه للانزلاق على الماء بنحاول نعمل يعني ندعم الاكاديميات، يعني بنحاول نساعد الانديه على قد ما نقدر، لان الاثنين الرياضه هي رياضه غاليه. مش بالنسبه للرياضتين دول في انديه طبعا، وفي كمان اكاديميات بتبقى اكاديميات خاصه، مش كده برضو؟ بالظبط. اوكي. ومع هذا برضو هي بتنسق مع الاتحاد، هي بالزبط. بتعمل تحت مظله الاتحاد. بالظبط. واحنا بنحاول ندعم الاثنين، يعني احنا اذا كان اكاديميات خاصه او انديه، يعني على قد ما نقدر علشان نوسع وننشر الرياضه على يعني. بالظبط. طب بالنسبه لك يا كابتن كريم، حاسس ان ايه النواقص اللي مانعه او اللي مؤخره ومعطله انتشار الانزلاق على الماء كرياضه، مش هنقول شعبيه قوي بس رياضه على الاقل موجوده؟ بص حضرتك، انا هتكلم على الشراع والانزلاق على الماء. تمام. الدول الكبيره قوي اللي هي زي اللي في اوروبا او امريكا، هم نفسهم الاتحادات بتقول لو انا من غير سبونسرز انا مش هقدر اكمل. يعني هم البلاد اللي بره
واكبر بلاد يعني اللي هم مترأسين المراكز الاولى في بطولات العالم والاولمبيات، من هو نفسه بيقول لك لا من غير سبونسرز انا مش هقدر اخد خطوه لقدام. فاحنا يعني طبعا مصر يعني هنا في الاتحاد احنا السبونسرز طبعا يعني مش ما عندناش سبونسرز زي ما هم بيعملوا، فبالتالي اذا بعد ما اهتم ب 100 لا طب نعمل ايه عشان يبقى للرياضه دي سبونسرز برضه؟ اصل خلي بالك في الاول وفي الاخر السبونسر ايا كان يعني خلفيته فهو في الاخر بيسعى للانتشار املا في الربح. مظبوط. فعشان يجي سبونسر ايفنت او رياضه معينه لازم يبقى مالي ايده من الرياضه دي، يعني ليها نسبه مشاهده ومتابعه ستؤتي ثمارها بالنسبه له. مظبوط. فنوصل لده ازاي برضه؟ هو احنا بنعمل يعني كالاتحاد احنا بنعمل الايفنتس بتاعتنا وبنكتر الايفنتس بتاعتنا، بس مش متشافين. هو السبونسر ممكن يستخدم الشراع والانزلاق على الماء في الدعايه بتاعته، يعني دي فكره يعني عشان يوري الناس ان في الرياضه دي والرياضه دي تنتشر. طب ليه ما بيتمش استخدام الرياضتين دول للدعايه للبلد ذات نفسها بقى، وده اولى بكتير يعني طبعا. انا اعتقد ان واكيد حضراتكم يعني عملتوا ده بشكل او باخر. هل في تنسيق ما بين الاتحاد وما بين مثلا هيئه تنشيط السياحه وزاره السياحه المصريه، ان من خلال الرياضتين دول نشوف مجموعات كبيره من الفيديوهات او حتى الاستعراضات ان امكن استعراضات في الرياضتين دول، يعني في اماكن مختلفه في مصر في كل محافظه في مصر بتطل على بحر ابيض او بحر احمر او نهر النيل. ده حاصل. ويبقى دي دعايه جميله جدا للبلد، وهنستعرض من خلالها يعني ده الحته بس اللي ما بين الاقصر واسوان لوحدها دي، يعني يا سلام على الجمال. هل ده حصل حد فكر في النوع ده من الامور؟ ده حصل قبل كده في الموضوع بتاع الاقصر واسوان، الحته دي اتعمل فيها كذا ايفنت هناك، وبالنسبه للذهب والبحر الاحمر بيحصل دايما، عشان كده السياح بييجوا يلعبوا شراع. يعني بالنسبه للبحر الاحمر اللي هي المناطق اللي فيها الرياح كويس، يعني اي خطوه توصلنا لان الرياضه دي تنتشر اكتر، بالتالي يبقى لها سبونسر اكتر يدعموها ويدعموا اللعيبه بتاعتها، اكيد ما مصلحه البلد، وخصوصا ان احنا بنتكلم هي رياضه اولمبيه يعني دائمه المشاركه في الدورات الاولمبيه، صح كده؟ طيب غير الاولمبيات القادمه، هل في بطوله ثانيه بيتم التجهيز ليها دلوقتي او يعني فعاليه ثانيه مهمه؟ احنا يعني دايما خلال السنه بيبقى عندنا بطولات دوليه وبطولات محليه. احنا عندنا في الاتحاد برضو ضامن الكايت سيرفنج، وعندنا بطوله يعني المفروض خلال السنه دي هيبقى عندنا بطوله العالم للكايت سيرفنج، والانزلاق هيبقى عندنا بطوله اوروبا وافريقيا الاثنين ضامنين لبعض، هيبقى برضو بطوله اوروبا وافريقيا للانزلاق. دي بطوله مجمعه؟ احنا الانزلاق ده جديد، ده المصطلح ده حتى ما بيتقالش كتير في رياضات تانية. بطوله افريقيا واوروبا مع بعض ازاي بتيجي ازاي؟ هي علشان يعني قاره افريقيا واوروبا هم مجمعينهم مع بعض بالنسبه للانزلاق، وامريكا لوحدها يعني دمين. فاحنا من ضمن اوروبا، فهنستضيف بطوله اوروبا وافريقيا للانزلاق. الشراع برضو عندنا في طراز الاوبتيمست اللي هو للاطفال تحت 15 سنه، برضو بطوله افريقيا بتاعته برضو هنستضيفها عندنا. وطبعا في خطط يعني دي البطولات الدوليه، طبعا في كل طراز ورياضه من دول بيبقى في بقى المنافسه المحليه اللي هي بطوله الجمهوريه زي البطوله اللي فاتت دي اللي هي البطوله الشتويه، وبرضو خلال شهر او شهرين هيبقى في البطوله بتاعه الكايت والشراع والانزلاق، يعني دايما على مدار السنه بيبقى في البطولات بتاعه كل الطرازات. جميل. طيب كابتن كريم ما تدينا فكره كده وتعرفنا عن كواليتي الناس اللي انت بتدربهم، يعني كما وكيفا، عددهم قد ايه، الولاد فيهم قد ايه والبنات قد ايه، وكخلفيات كده يعني هم اي نوع من الناس، يعني ايه متطلبات الرياضه دي، بتجذب مين اكتر؟ هو الفئات العمريه من 8 سنين ل 25 سنه. اوكي. يعني اصغر حد بتمرنه 8 سنين. 8 سنين لغايه 25 او 27 كمان، 27 سنه. اوكي. هي الرياضه دي ليها حد ادنى في السن عشان طبعا الطفل يبقى في امان يعني هو بيمارسها؟ لا، يستوعب الانفورميشن المعلومات اللي جايه له ويقدر ينفذها. طبعا هو
رياضه الشراع والانزلاق على الماء هو المخ مش مستعد ان هو بيدي الايد تدي الاورد تدي تمسك الشده دي، فبتاخد فتره عبال يعني ممكن بعد ثالث تمرينه يبتدي هو اوريدي مش عارف هو بيعمل كده ازاي، بس خلاص المخ اتمرن. خلاص طبعا بالتكرار، المخ اتمرن والتكراريه خليته. والحد الاقصى في العمر حد اقصى بالنسبه للمشاركات الاولمبيه فاحنا بنتكلم في 25 سنه، لكن عادي بقى لو كهوايه مفتوحة. يعني في بطل الاولمبيكس قبل كده كان 40 سنه، بس احنا طبعا عشان بنبني يعني ابطال فاحنا التارجت بتاعنا 25 27 سنه عشان يقدر يديني فتره طويله فيكتسب. ده على الصعيد الاحترافي، لكن على الصعيد الهوايه يعني مفيش ناس مثلا فوق ال 50 ال 60 بيمارسوها؟ في 70 سنه وفي 75 سنه وفي 80 سنه. اصل هي عايزه ركب برضه الرياضه دي مش اي حد برضه. المفاصل طبعا، المفاصل طبعا طبعاً. والستريتشنج يعني اطالات العضلات هو ده الجهاز المناعي للعضل. بس فيها انطلاق وحريه مش طبيعيه حقيقي يعني. وانت في البروسس نفسها وانت بتتجرب الفعل وخلاص واقف الوقفه ده، يعني فكره ان انت بتخترق الميه والهواء فيها احساس بالحريه يمكن مش متحققه في رياضات تانية كتير، فهي ممتعه جدا كمان. ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي. يعني حتى يعني التارجت بتاعنا دلوقتي اللي هو طبعا يعني طبعا الهواء وعدد التوسيع القاعده ده مهم جدا، بس احنا عايزين نحقق حاجه في الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله. احنا يعني دخلنا اتاهلنا ورحنا الاولمبيات، لا احنا دلوقتي احنا عايزين نحقق مركز في الاولمبيات، عايزين نخش في نحقق المراكز الاولى في الاولمبيات. حلو. طب وبالنسبه للشراع بقى استاذ كريم، هل برضو في سن معين ما ينفعش يبتدوا يمارسوا الرياضه غير لما يوصلوا له بالنسبه للاطفال؟ يعني هو تقريبا نفس السن. هو الشراع والانزلاق يعني تقريبا قريبين من بعض، واحدة يعني نفس الكونسبت. احنا علشان نقدر نعد لعيب اولمبي يعني لازم يعني نبقى بس عارفين ان هو هيبقى مكمل معانا مده معينه من السن. وفي عندكم عناصر حاطين عينكم عليها وعارفين ان دول هيكملوا معانا اكيد؟ طبعا، لان مستوياتهم مميزه. طبعا في كل طراز في الناس اللي هي بنعدها ان هم يبقوا ابطال اولمبيين دلوقتي في الدوره اللي جايه وفي الدورات اللي بعد كده. فالفئه العمريه برضو بتتراوح مثلا من 8 سنين لغايه 30، ممكن 30 سنه. يعني دي الفئه اللي هي العضلات تبقى، لان هي الرياضتين بيعتمدوا اعتماد بشكل قوي جدا على العضل وعلى الاعصاب وعلى الذهن، لان هي بس مش يعني مش فتنس بس، هي برضو عامل التفكير لان بتعتمد برضو على عوامل الهواء والجو والكرنت. فلازم عامل الفكري والذهني يبقى حاضر طول الوقت. عشان كده يعني بنبتدي من 8 سنين علشان 8 سنين يبقى مستوعب شويه يعني ايه هواء يعني ايه ميه، لان هو بينزل المركب بيتساب لوحده تماما وسط البحر وسط يعني ما حدش بيبقى جنبه، هو بينزل كان مركب لوحده. ودي برضو يعني بتنشئ اجيال تقدر تعتمد على نفسها من وهي عندها 8 سنين راكب مركب لوحده وبيطلع في عرض البحر وبيتعامل مع. صحيح، لو طفل على عنده 8 سنين بيعرف يعمل كده خلاص يقدر يعمل اي حاجه ثانيه. بالظبط صحيح. طب الناس اللي بتكون يعني زي حالاتكم كده، وبرضو خليني اسالك السؤال ده كابتن علي، يعني الناس اللي هي بتبقى حياتها كلها عندها فيها شغف تجاه رياضه معينه والرياضه دي لسبب ما مش منتشر قوي في البلد، انت حياتك تكاد تكون مبنيه على حبك للرياضه دي، ده حتى طبيعه عملك غير هوايتك الشخصيه. ما فكرتش في وقت من الاوقات ان انت مثلا تعيش في مكان تاني يبقى فيه الرياضه دي متواجده بشكل اكبر وامكانياتها كلها متاحه، فانت بالتالي ترتقي في محبتك ليها وفي قدرتك على ممارستها، ولا ما خطرلكش على كده؟ وحصل في فترات كتيره في يعني في حياتي او في المسيره الرياضيه يعني. أوكي. لما كنت لاعب حصل وقعدت في اسكندريه فترات، يعني قعدت اسكندريه 4 سنين متواصلين، قعدت في اسماعيليه برضو عدد من السنين كان برضو على بحر، كنا مش اقامه كامله بس في البحر الاحمر برضو كنا. بس انت ما فكرتش تطلع بره البلد يعني؟ لا بره البلد لا، ما فكرناش نطلع بره البلد، احنا عايزين نكفي نفسنا جوه البلد. يعني هطلع بره هعمل ايه؟ ربنا يقدركم. احنا بنتكلم على مهمه مش سهله، فكره طبعا. ان انتوا يعني بتتعاملوا مع الرياضه للدرجه دي ليها خصوصيه ومطلوب مجهود كبير جدا لجعلها منتشره
فربنا يقدركم على ده، انتوا نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله. شكرا، بشكركم جزيل الشكر. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بعديها عشان نبتدي معاكم تاني واخر فقراتنا في حلقه النهارده، خليكم معانا.